يعني شهر رمضان دائما بيرتبط بزخم والاعمال الدراميه. هي اذا في كهرباء بس. اذا في كهرباء هي طبعا ما عم نقدر نحضر شيء. بتتنافس هون الاعمال العربيه على حصد اكبر نسبه مشاهدات واراء ايجابيه، لطالما كانت الاعمال الدراميه السوريه وجبه دراميه رئيسيه بكل البيوت. وعلى رغم تقصيرها بالسنوات السابقه لم يغب فنانوها عن الشاشات. اليوم تعود للدراما السوريه بعدد لا باس فيه من المسلسلات رغم تاجيل عده اعمال مهمه كانت بتتصدر الدراما السوريه في اوقات ذروه العرض على الشاشات. ولكن أسئلة كثيرة طرحوها النقاد وأيضا المتابعين اليوم رح نتحاور فيها مع الصحفي والناقد عامر فؤاد. عامر، يسعد صباحك ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير، وكمان بدنا نقول كل عام والمشاهدين كلهم بألف خير. رمضان كريم. فيك. رمضان كريم يا عامر. هلا. يعني بالبداية خلينا هيك، يعني لسه ما أخذنا نفس، عم نتابع شوي على الإنترنت البروميات، عم نتابع بعض المشاهد من المسلسلات، لسه ما فتنا بالمود كثير. أولا ما في كهرباء، ثانيا يعني يمكن سبب رئيس. سبب هذا السبب الجوهري. خلينا نحكي شو أكثر المسلسلات هيك هي ترند هلا كثير ضايجة فيها العالم، عم نشوفها على السوشيال ميديا انه عم تاخذ علامات منيحه عند العالم. مثل ما بنلاحظ يعني انه هاي السنه في سمه واضحه كثير بالنسبه للاعمال، انه الاعمال الشاميه هي اكثر من حيث الصنف، هي اكثر كعدد من غير اعمال. ستة. تماما. خمسه صاروا كونه بروكار تم تاجيله. فالاهتمام اكيد رح يكون بالاعمال الشاميه اكثر، لانه اذا قلنا شو الاصناف الثانيه الموجوده فما بنلاقي الا انه في الصنف الاجتماعي وكوميديا ما في. مثلا ملاحظات كثير موجوده على الاعمال اللي موجوده معنا السنه، مثلا ما في ولا عمل كوميدي مثل ما قلنا، ما في ولا عمل بيعتمد على روايه او نص ثقيل، سيره ذاتيه، ما في عمل تاريخي مثلا، هدول ملاحظات واضحين. في اعمال تاريخية، في عمل واحد او اثنين يمكن؟ ما في ولا. يعني الصورة المصدرة للاعمال السورية انه عندنا اعمال البيئة الشامية وعندنا مجموعة من اعمال الدراما الاجتماعية. الباقي هلا في محاولات خليني اسميها، بس ما في تسليط ضوء تماما الا على هدول الصنفين. الانتاج بيلعب دور طبعا، والتسويق بيلعب دور، فلذلك سالتيني انه شو عم ينطرح بين الناس سوشيال ميديا على المحطات، هو هدول الصنفين اللي عم ينطرحوا اكثر شيء عم يتابعوا. ففي عندنا الكندوش مثلا، عندنا حاره القبه، هدول بما يتعلق بالاعمال البيئه الشاميه، وعندنا الاعمال الاجتماعيه، في عندنا على صفيح ساخن، وخريف العشاء، وضيوف على الحب، يعني هدول ممكن. نعم، يعني في اهتمام لقيت من الناس مبدئيا، يعني ما فينا نعطي احكام مبدئيا، ما فينا نعطي، فينا نقول هذا الموجود ملاحظه من بعيد. تماما. يعني نحن عم نشوف مسلسلات البيئة الشامية عم تتصدر، هلا كانوا ست اعمال مثل ما تفضلت حضرتك، تم البروكارة اجل لظروف يمكن الله يرحم الكاتب، يعني كان يمكن ما بعرف اذا هذا السبب ولا في سبب ثاني حتى تأجل. لا، ظروف فنية، ظروف فنية لها علاقة بالانتاج والفنيات المرتبطة بالعمل. اذا هذا الظرف او شيء ثاني مهم تأجل هذا العمل، وبروكار كانوا ناطرينه على فكرة نظرا لانه كان في جزء قبله. ايه، في عالم اكيد له متابعين 100%. في عالم البيئة الشامية بتقول نحن ملينا بقى، صارت شوي يعني عم بتشوه صورتنا، نحن منا هيك. ولكن في عشاق لألا، يعني بالمقابل في عالم مع وفي عالم مو مع هذا الزخم. انت برأيك شو رأيك بهذا الموضوع؟ الفكرة انه نحن بدنا نشوف الجمهور، في عنا جمهور محلي وجمهور عربي. تمام. المحلي بيشبه رأيك انه لا مو رأيي، انا بحبه. سؤالك بيشبه انه فعلا يعني ما انا مضطرين لهذا الكم الكبير انه نتابعه. تماما. يعني يكفي عمل او اثنين وبزياده، بس الجمهور العربي يبدو بيستقبل هاي الماده بشغف اكبر بكثير من الجمهور المحلي. بقى هون الذكاء بطرح المنتج، يا اما بنقدم قصه تعبر عن خلينا نقول عن البيئة الشامية بطريقة سليمة
وطريقة صحيحة، أو بدنا نلعب دور التشويه صح. لأنه نحن بس بدنا نربح ونبيع. نعم عمير، من أكثر من ثلاث سنين أو أكثر بشوي كان ضيفنا برمضان الأستاذ حسام تحسين بيك، وحكى لنا عن الكندوش. يعني كانت الطبخة هي يمكن هو النص كان جاهز، ولكن كان في عمليات بحث عن شركات إنتاج وانتقاء ممثلين هن يليقوا بهذا العمل وهذا النص المهم، يلي هو يمكن بجمل أو مو بجمل، هو بفرجي الصورة الحقيقية عن سوريا، عن دمشق حصرا. خلينا نحكي بعد ما صار في أجزاء كثيرة من مسلسلات هي بس عن تريات مثل ما بيقولوا، وحاضر ابن عمي وأمرك ابن عمي تمام. ولكن خلينا نحكي عن عمل الكندوش اليوم. ووعد من فترة طويلة أنه من قبل الأستاذ حسام تحسين بيك أنه هو رح يقدم تصحيح لعمل البيئة الشامية، تصحيح التفاصيل، تصحيح الحكاية، تصحيح يعني كتير مسائل مرتبطة بالبيئة الشامية. فنحن بعدنا لسه تابعنا 4 حلقات، فمن خلال ال4 حلقات بنلاقي فعلا في اختلاف، وخاصة قعدة البنات مع ابوهم كيف في قعدة ديمقراطية بحتة. فينا نحكي هاي التفصيل، بس خلينا نبلش انه المدخل كان مختلف بالنسبة للعمل تماما. يعني المشهد الاول في كتير لفت للانتباه مثل. وحقيقي هو يعني انه له اسقاطاته. كمان مدخل الحلقة الأولى بأنه أرض الديار والحكاية، يعني كمان هاي إلها واقعيتها ورمزيتها، والشيء اللي بيشبهنا كمان بنفس الوقت. أنه مثلا في على سبيل المثال أنه بعض الشباب أنه قالوا شباب صغار بالعمر أنه معقول يعني بس طل من الأسطوح أنه صرنا 3 حلقات مشغولين بهاي القصة، أنه إيه إحنا بدنا ناخذ الواقع أو الشكل الزمني للحدث. بهذاك الوقت هذا الفعل غير مقبول بالنسبة لنا هلا، انه ممكن نقبل وعادي ويمر، بس بهذاك الزمن اذا معناتها في دقة بالتعامل مع الاحداث او الحدوتة. يبدو جمال المسلسل بانه هي حكاية بسيطة بس قريبة منا كثير، يعني هو ما راح للتعقيدات الاستاذ حسام، راح لشيء بسيط بيشبهنا واعتنى بالتفاصيل. هذا مبدئيا هيك بال4 حلقات الاولى. نعم فان شاء الله بنتمنى التوفيق يعني لقدام ان شاء الله تكون هاي الوعد محقق، لانه نحن بحاجه فعلا لتصحيح التشويهات اللي صارت بسبب اعمال البيئه الشامية. اولا حاضر ابن عمي تماما، تشويه صوره المراه وحركات تشويه صوره المراه وهذا يعني طرح المجتمع الذكوري بهي الطريقه. واذا نحن رجعنا للاحداث او للتاريخ صحيح. سابقا انه كيف كانت البيئه، بنلاقي انه في مفارقه كبيره، يعني العلم كان حاضر، الطب كان حاضر، في شخصيات كثير مهمه، كان في علماء بدمشق بهذيك الفتره ما بعد الاحتلال الفرنسي صحيح. هذا كله مغيب، يعني بالعكس بيطلعوا لنا الحلاق هو الطبيب، يعني هي الفكره قد تكون موجوده بس مو هي السائده. فالتركيز على فكره اللباس، على فكره العلم، هذا كله كان يعني مشوه، ما له حقيقي، وكثير من التفاصيل. خلينا ننتقل للأعمال الاجتماعية، من البيئة الشامية للأعمال الاجتماعية، خريف العشاق، على صفيح ساخن. يمكن بالفترات حرب 10 سنين مرينا فيها، يمكن كان لازمنا هيك نقل شوي من المود اللي كنا نحن في تصوير واقع الحرب، القصص اللي نحن شفناها قبل. هل هلأ كان الجمهور بحاجة انه يشوف المتلقي انه يتلقى شيء ما بيشبه الشيء اللي نحن قدمناه بفترة ذروة الحرب؟ هو الجواب على هالسؤال بده دراسة حقيقة. يعني نحن اللي عم بيصير فينا انه اشخاص بيكونوا عنده النص مكتوب غير مدروس، ممكن انه للوقع الاجتماعي، انه هل الناس رح تتقبل، هل رح تحب او ما تحب. يعني هي شوي القصص عنا ما أنا يعني القواعد المهنية لسه ما أنا ثابتة. هي الفكرة انه شخص بيكون كاتب نص عنده علاقات فممكن يبيع النص. فهل هل الموضوع بيشبه الواقع او نحن بحاجته؟ يعني هذا كان بده تفكير ودراسة كتير قبل، ولكن صار انه نحن في موضوع يطرح بمسلسل ما
قد يتعاطى معه المشاهد بشغف، بمحبة، برغبة متابعة، وممكن لا. مبدئيا الحتوتة أو القصة على صفيح ساخن فيها شوي من الجذب، فيها شوي من الغرابة، بس قدي ممكن نحافظ على هاي الشد وهذا الجذب، لأنه في طرح لشخصيات أو لمواضيع حساسة نوعا ما، بس قدي نقدر نحافظ هلأ لقدام على هذا الموضوع. صحيح. يعني هذا ببين معنا بالحلقات الجاي، ما فيني أحكم حقيقة تماما، لازم تابع لأقدر أعطي قيمة لكل، أو خليني أقول لكل مرحلة من مراحل المسلسل. يعني نحن هيك اليوم حابين نضوي على الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك. صح. عن أبرز المسلسلات، أكيد، ولكن يعني يمكن قبل الدخول إلى شهر رمضان المبارك والاطلاع على المسلسلات، كان في قنبلة فظيعة سورية 100% قيد مجهول، يمكن الناس كلها حبوا النص، الإخراج، التمثيل والتفاصيل التفاصيل، فيمكن بتحس كانت هي ضربة ذكاء بأنه الدخول إلى شهر رمضان المبارك يكون الناس فعلا ينتقدوا بشكل صحيح. يعني يمكن اشتقنا لهيك عمل. صح؟ هلأ رح نحكي فكرة. يعني الجمهور بحب أو ما بحب، الملاحظ على قيد مجهول انه الجمهور حبه، بس في فكره لازم نقولها، انه نحن برمضان الاعمال هي 30 حلقه، بس مثلا اعمال المنصات الالكترونيه هي بتجي بحلقات قصيره، يعني عندنا 8 حلقات قيد مجهول، ممكن بعض مسلسلات 12 حلقه او 15، المهم عدد من الحلقات محدود بيكون، فمتابعته ايسر، طريقه تقديمه بتكون مختلفه. صحيح. تكثيف فيه بيكون كمان بحالة مختلفة أكثر، الحوارات والرسالة اللي وصلت عن المرض اللي هو الانفصال أو الانفصام أو اضطراب الهوية. اضطراب الهوية. فبالأخير أنه اللي لاحظناه فعلا أنه الناس حابة العمل. شو السبب؟ السبب أنه من وقت طويل ما طلع عمل سوري ومتكامل إلى حد ما بعناصره للفرجة. في جرأة، كان في جرأة، فالموضوع جميل انه يطرح بهذا الشكل. حركه الكاميرا والاخراج بشكل عام كمان في لفت انتباه كثير كبير. الممثلين كمان ادوا اداء يعني جميل للمتلقي. مشاهد كانت شوي يعني يمكن خارجه عن المألوف للدراما السوريه، وهي عده مشاهد بالحمام يعني وحكى عنها يمكن الفنان وجوه تحية عبد المنعم عمايري الفنانة الكبيرة، يمكن حكى انه تعرض لهذا، ما فينا ننتقده، كل حدا فينا، ولكن كان بصورة منطقية كانت اكيد. وقت كان ايضا في كثير مشاهد كان فيها جرأة، وايضا اذا بنشوف طريقة التصوير كانت مختلفة تماما. هلا المشهد لازم يكون مبرر شو ما كان موضوعه، يعني نحن امام كاميرا بنقدر نتحكم بكل بكل تفاصيلها، بكل ابعاد المشهد، بدايته ونهايته. اذا كان مبرر المشهد فما في مشكله. هلا ما راح اقول انا انه هاي المشاهد اللي ذكرتيها هي مبرره او غير مبرره، يعني شو رايك فيها؟ لي راي اخر يعني. هلا ما راح احكي على الاخبار السوريه. انا الحقيقه في عندي يعني بعد فتره راح اقدم فيديوهاتي على منصه ابواب بحكي فيها عن الاعمال بما فيهم قيد مجهول، فانا رح احكي تماما اخطاء العمل، ايجابيته وين وسلبيته وين. بس نحن دائما بدنا نتفائل بهيك قدرات، لانه عن جد نحن اشتقنا طبعا اكيد انه نقدم اعمال مهمه. عامر خليني انتقل، نرجع الى رمضان، حكينا عن الاعمال البيئه الشعبيه وحكينا عن الدراما الاجتماعيه، ولكن خلينا اكيد ما بدنا ننسى نتطرق الى الاعمال المشتركه اللي دائما عم نشوفها صارت واضحه ومؤسسه حالها ومؤسسه الى جمهورها، اهم من نجومها الى جمهورها ايضا. خلينا نحكي بداية بتتر المسلسل يلي هن نجوم كبار أدوا، وصولا إلى الأسماء المهمة يلي عم تشارك، ونهاية بالمبالغ الخيالية يلي نحطت على هيك إنتاجات. هلأ رح نبدأ عنصر عنصر. بالنسبة للتترات، أنا بشوف الشركات الضخمة اللي عم تنتج هاي الأعمال هي عم تدرس هاي البروميات او التترات اللي عم تنزلها، في دراسه لها، يعني وكانه يعني اخراج هاي المقاطع الدعائيه هو
طبعا هو عم بيكون في اشخاص يعني يمكن حتى مختلفين عن المخرجين مخرجي الاعمال، بس الفكره انه ليش انا جبت هاي الملاحظه، لانه عبر سنوات كنت عم راقب البروميات، فعلا في طريقه طرح مختلفه عن البرومو، يمكن حتى المحلي، معلش خلينا نحكي البرومو، هو بده يوصل فكره عن المسلسل تشويقيه وبنفس الوقت ما يحرقها. يعني هو مساله خطيره تعتبر، لانه انا بدي شوق بس ما بدي افضح القصه، مشان انا بدي حافظ على اكبر جمهور او شريحه الجمهور. نعم. اللي حابه هذا العمل، فهن ناجحين بهذا الطرح. يعني ثلاث اعمال يمكن اللي ممكن نحكي عنهم، كل برومو منهم اجمل من الثاني. 350 جرام انا حضرته وحبيته. تمام. يلي هو من بطولات عبد فهد وسلوم حداد. نعم. اي ساعه؟ اي ساعه. هلا وايضا 2020 ما وفي عمل ثالث كمان، البرومو تبع 2020 كثير حلو. كثير حلو، شو العمل الثالث؟ في عندنا للموت كمان. للموت كمان. أي. عم يقولوا حلو. اي هدول الاعمال بيعتمدوا على قصه بسيطه صغيره كثير ولكن مشوقة. يمكن خاصة 350 جرام، بس الفكرة بأنه هاي الشركات بتعتمد هاي القصص الخفيفة، تعمل إضاءة وإبهار كتير كبير منتابعها لفترة محدودة، طبعا بالاعتماد على نجم سوري، يعني عم بتكون 100% أو أكثر من نجم، فمتابعها فترة بعدين بننساها. يعني هي منا أعمال للذاكرة، هي أعمال بس لتعمل إبهار، بتعمل ضجة آنية، بتتابعها العالم آنية وبتروح بتغيب. يعني هلا اذا بدنا نقول تعالوا نعيده لاي مسلسل من هدول او اللي قبل مره ثانيه ما بنحب. صح. هي الميزه انه ما بتحبي. انا قصته انه عن جد انا كثير بتصير معي. واذا بدنا نتذكر اللي قبل لهلا بنتذكره، فصول اربعه مين ما بيتذكره؟ 100% عن جد. تمام. احلام كبيره، العيلات خمس نجوم وكلها حلوه، الاعمال الكوميديه. صح. عنا يعني في فرق كثير كبير بطريقه الطرح، فلذلك مرايا مرايا يعني تماماً. سلسلة متكاملة يعني للأسف كنا متأملين بالسنون السنة. يعني هي كانت واحدة من العلامات، مقابلة مع السيد آدم. ايه صح. الله يشفي للمخرج كورن هو وعائلته، فكمان توقف العمل إن شاء الله بالسلامة. أكيد يعني هي أحد علامات الموسم الجديد كانت أنه عودة الفنان القدير ياسر العظمي، ولكن خسرنا هاي العلامة. يعني يمكن غياب بعض الـ الـ الأعمال، يمكن ومو أي أعمال، يعني مثل العمل السنون واللي اعتذر عنه الفنان الكبير ياسر العظمي. بروكار وأيضا طبعا هو تم تأجيله، مو اعتذار، تم تأجيله، اعتذاره عن الموسم، اعتذاره عن هذا الموسم لأنه كنا متأمنين، ولكن مثل ما قلت هو تأجيل، عملية تأجيل. أكيد بس كانوا العالم متأمنينه. في سؤال دائما بنطرحه، هل عملية التأجيل هيدي هي ضربة ذكاء لا ما ينحرق المسلسل في ظل تزاحم الأعمال الدرامية؟ هلا العمل الحلو ببين بأي فترة، إن كان بين العرض الرمضاني أو قبل أو بعد، العمل يعني هوية أي عمل إذا كان أكيد. فيه بس بيقول ما بدنا نحرقه تكامل بالعناصر. لا يعني انا برايي ما في اي مشكله، ولكن هون الاعمال مثل مقابله مع السيد ادم او سنونه اجلت بسبب انه ما لحقوا في ظروف بالنسبه للعمل، يعني انه في مونتاج، في شغل كثير بده يتقدم، يعني لازم الحلقه يكون راضي عنا يعني الكاست بالكامل بما فيهم المخرج، فهون يبدو الوقت عم يسبق. فانه اما اني احرق وزت يعني، فانا بالعكس بحترم هاي هذا التقدير يعني. تماما. بس ما بظن انه هو الرغبه انه تم التاجيل مشان ما ينحرق المسلسل، اكيد لا مو هيك. لو لحقوا اكيد كان عرضوا، اكيد كان عرضوا اكيد. نعم يعني ضوينا اليوم هيك شوي، ولكن دائما عندنا تعصب كثير كبير، ان كان للفنيين السوريين، ان كان للممثلين السوريين، ان كان لكل حدا سوري عم يسعى لنجاح اي عمل درامي. والدراما صح. السوريه يعني صحيح شفنا بالسنوات الاخيره انه هيك شوي تراجعت نتيجه الظروف الصعبه الخانقه يلي صارت بالبلد، ولكن عم نشوف بعض الاعمال اللي بتبيض الوجه. نحن كثير بدنا نتشكرك، نتمنى اكيد للدراما السوريه السنه الجاي تكون ان شاء الله بسويه عاليه، ايضا بتكون بسويه عاليه افضل، بشروط عرض افضل ان شاء
الله. ان شاء الله يعني حتى يعني استخدام التقنيات يكون صحيح. بشكل افضل، لانه سبقونا الدرامات الباقي، ما راح نخليهم. ان شاء الله نحن بنتمنى يعني مثل ما قلت انه في بيضل واحد عنده تعصب للمحليه عنده يعني ان شاء الله. وقبل بالختام شفنا بعض التصريحات لفنانين نحن بنحترمهم، هن اخواتنا وبنوجه لهم تحيه، انه نحن هن اللي كانوا قيمه مضافه لنا طول عمر الدراما السوريه، قيمه مضافه لك جميع الاعمال الدراميه. طبعا تاريخ اكيد، تاريخها حافل، الناس ما بتنسى مثل ما ذكرتي الاعمال كلهم، هدول تاريخ، هدول عن جد تاريخ. أكيد. نعم بالضبط بالضبط. عامر نحن كثير بدنا نتشكرك، واكيد ننطرك بحلقات جايه من بتشرف. رمضان الكريم لحتى نحكي اكثر عن المسلسلات وين صارت وشو الاخذ الترند اكثر. شكرا كثير لك. ان شاء الله بتشرف، وكل عام وانتم بالف خير وصباح الخير اكيد. صباح. شكرا لك غيرتنا على الاعمال السوريه، وايضا دوركم انتم كنقاد ودورنا كاعلام هو من باب دائما الخطوه نحو الافضل، اي اغلاط ممكن نحن نتجاوزها، والنقد دائما البناء يحترم ودائما لازم ينحط هيك ب الخط العريض. كل الشكر لك ورمضان كريم. رمضان كريم اكيد. شكرا كثير.